كشفت تقارير صحفية مدريدية أن أتلتيكو مدريد قرر تقديم شكوى ضد برشلونة لدى الفيفا بخصوص اتصال إدارة النادي الكتالوني بالدولي الفرنسي أنطوان غريزمان. التقارير ذكرت أن أتلتيكو مساء من الاتصالات التي أجراها مسؤولون في برشلونة مع غريزمان الذي مدد عقده الصيف الماضي حتى 2022. ويستند أتلتيكو في شكواه على أن برشلونة الذي يتصدر الدوري يريد زعزعة استقرار أتلتيكو صاحب المركز الثاني.